إخوان اليوم الصحافة الرياضية، الصحافة بشكل عام ماشي غير رياضية، تيمشي لها كيما تنقولو في اللونجاج ديال الكرة ديال الرياضة المايسترو. العيد العيد هرم ميتر بروفيسور اللي طبعنا عليه وشحال من جيل طبع على على العيد. العيد هو كذلك واحد السيد في بزاف في العمل الجمعوي الصعيد الافريقي، هو اللي حل لي على الباب على الصعيد الافريقي. كان هو رئيس ديال الجمعيه الدوليه الصحفيه الرياضيه اسوسيسيون افريكان، وناضل بزاف باش يكون المقر هنا في المغرب وباش يبقى المقر هنا في المغرب، والحمد لله حنا بقينا غاديين واقفين على هاد الوصيه ديالو. كان الله يرحمه كان تيساعد لي جورناليست افريكان اللي كانوا تيجيو هنا المغرب، تيجيو هنا تيساعدهم ماديا معنويا، مثلك بزاف ديال المسائل اللي كيفاش كيما قدر يعاونهم تيعاونهم. دونك اليوم ضعنا في واحد راجل كبير الله يرحمه الله يصبر عائلته. سي مراد كان عندك انت تخي بوست لا فامي ديال بن عيد، كيفاش كانت الايام الاخيره ديالو؟ شنو قال لك؟ شنو كان شوف نقول لك كما تنقول في فرنسا شابو لا فامي، زعما الزوجه ديالو وليداتو زعما اللي وقفوا معاه حتى الاخير، زعما اللي واحد اش نقول لك واحد زعما واحد وقفه لي انا فريمون حيت نشوف شفت هذا يور دابا الله يصبرهم، هادشي اللي نقدر نقول الله يصبرهم الله يصبرهم جميعا. وتعرفوا الواحد ملي تيكون مريض واحد الوقت باش تكون الحاله ديالو وديال العائله ديالو، ولكن كما قلت لك انا بقاو في الشب ديالو بقاو كل نهار حتى هما تيحاربوا حتى هما هذا المرض هذا، ولكن هذا هو قدر الله وانا لله وانا اليه راجعون. ما تنساوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.